أطلقت مؤسسة حياة كريمة معسكر إعداد الكوادر التطوعية السادس لعام 2024 بمدينة الشباب بالغردقة. يستهدف المعسكر 200 شاب وشابة بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات التي تعزز مشاركتهم في العمل المجتمعي. يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لتعزيز العمل التطوعي وتنمية القدرات الشبابية. احنا النهارده بيشرفنا ان احنا موجودين في مركز الغردقه محافظه البحر الاحمر ضمن معسكرات حياه كريمه في النسخه السادسه. طبعا احنا بيشرفنا النهارده ان احنا كل جدعان حياه كريمه من محافظات الصعيد مشرفينا هنا. احنا بنستهدف ان احنا نطور كل مهارات الشباب الحياتيه والاجتماعيه والسياسيه حتى الرياضيه كمان مهتمين بيها في خلال انظمه المعسكرات الشبابيه بتاعتنا، وده جزء بسيط جدا من ان احنا بنرده لجدعان حياه كريمه لشغلهم على الارض في السنوات الكتيره جدا، ان احنا بنقدم لهم معسكر جميل زي ده ان شاء الله يستمتعوا بيه. احنا النهارده في فعاليات المعسكر السادس اللي بتقوم بيه المؤسسه لإعداد الكوادر التطوعية، بيشارك معنا محافظات مختلفة منها إنا وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، وعلى الجانب الآخر في 50% من غير المتطوعين بالمؤسسة، وبيشاركوا معنا بهدف إن احنا نعدهم يكونوا متطوعين لمؤسسة حياة كريمة. كمان جدير بالذكر إن بيشارك معنا النهاردة فرقتين من الفرق اللي كانوا مشاركين في دوري جول واللي قامت بيه مؤسسة حياة كريمة. معايير اختيار المتطوعين متقسمة كمحافظات، يعني مش كاختيار متطوع بعينه، كل معسكر بتشارك فيه محافظة شكل من المتطوعين، يعني متطوعين المعسكر الخامس محافظات مختلفة، متطوعين المعسكر الرابع محافظات مختلفة، احنا المعسكر السادس مستقطبين محافظة إنا ومحافظة الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان. المعسكر عبارة عن محاضرات شيقة جدا على ايدي دكاترة على أعلى مستوى. المحاضرات بتكون بتثقيف الشباب في كل الجوانب اللي هي محتاجة الشباب يتثقفوا فيها. المعسكر بيكون في جانب ترفيهي وجانب رياضي، بيكون في التنافس الشريف ما بين المحافظات. حابب أشكر مؤسسة حياة كريمة لأنها موفرة لنا كل سبل النجاح وكل السبل الأريحية هنا في مدينة الغردقة. بالنيابة عني وعن جامعتي وعن جميع زملائي إن شاء الله ما تكونش آخر زيارة لنا لمدينة الغردقة ومش آخر مشاركة لنا مع مبادرة حياة كريمة. أنا استفدت حاجات جديدة جدا، يعني من أهمها إزاي أتعامل مع جسمي اللي هو في اللياقة البدنية، وتعلمت برضو إزاي أحارب، يعني إزاي أبقى واعي في الحروب الإدراكية اللي جاية. بشكر جدا المحاضرين، بصراحة بيقدموا لنا شرح وحاجات ومعلومات ثمينة جدا، حتى لو أنا كنت في الجامعة ما كنتش باخد المعلومات العامة اللي استفاد بيها في حياتي، مش في الدراسة بس.